والله وضعهم صعب انك تعطي ابر، لكن الحمد لله الله وفقنا. المسافة كانت بعيدة شوي، ما في رؤية واضحة، لكن نفس ما تشوفون الحمد لله. للأسف انا ما بعرف اصور لكم عدل، والله احاول على قد ما اقدر. بطل للاسف ما قدرت اصوره. يا رب على سامحوني، ترى مو كل شيء اقدر اصوره، ولو تميت اصور كل شيء بخلص عقب اسبوع. يلا go come here. Did you see that?